في أحد أيام سبتمبر عام 2002 هبت ثلاثة أعاصير متفرقة حول مدينة إنديانا، كانت تحمل رياحاً سرعتها 100 ميل في الساعة. أعاصير كهذه يمكن أن تنتزع جدران المنازل والأشجار وتدمر السيارات، كما اكتشفت كيم. كل من يعرفني يعلم كم أخاف بشدة من الأعاصير. أنا معروفة بخوفي من الأعاصير. كان أمراً مرعباً لكيم منذ أن كانت طفلة. كان يهب سنوياً 20 إعصاراً، وكانت قوة وعصف الإعصار ترعبها. العشرون من سبتمبر عام 2002 كانت كيم متوجهة إلى المتجر مع ابنها إيفان. هل أنت جاهز؟ هيا بنا. الموقف الأول سيكون في الدكان. كان الجو غائماً وماطراً، وكان هناك رعد، وكان صباحاً غريباً. كنا نستمع إلى الراديو، كنا نغني، وأذكر أنني كنت أفكر ما أجمل اليوم. لكن تقريراً جوياً عاجلاً أكد أسوأ كابوس. هذا تحذير من الأرصاد الجوية لسكان مدينة إنديانا. من المتوقع أن تهب أعاصير في المدينة، فعلى الجميع التوجه إلى الملاذ. أمي، كل شيء على ما يرام؟ أجل، لا تخف، ضع الحزام حالاً. عندما سمعت ذلك فكرت إلى أين أتجه. لا أستطيع العودة إلى المنزل، ولا أعلم إلى أين أذهب. عند التفكير بسرعة توجهت كيم إلى كنيسة، معتقدة أنها تحتوي على قبو للاختباء من الأعاصير. اتصلت كيم بزوجها لتخبره. مرحبا، أنا كيم، أردت التوجه إلى الكنيسة. كان هناك مطر شديد وظلام دامس أحاط بنا من كل الجهات، فخفنا. نحن نتجه نحو الكنيسة، يجدر بنا الذهاب. سأكلمك لاحقا، ابقى حيث أنت، أحبك. كان كالفيضان، حتى أن مساحات الزجاج لم تكن تزيله، وشعرت به أسفل السيارة لأنني كنت أحاول القيادة باتجاه الكنيسة. شعرت بالخوف. الإعصار كان يحط في أجزاء البلدة ويطرح بالحطام فوق سيارة كيم. كل شيء كان يضرب النوافذ الجانبية، أعني كان يحطمها. لم أشهد حادثاً من قبل، لكنني أعتقد أنها كالحادث. كل شيء كان يأتي نحونا. كنت أستطيع شم الأرض كما لو أنها كانت قريبة تماماً من وجهي. قمع الإعصار كان يدنو خلفها. حاولت كيم القيادة للأمام محاولة إيجاد مأوى، ثم وبشكل لا يصدق قامت بالضغط على دواسة البنزين. فجأة شعرت بالسيارة تبتعد عن الشارع. لا، كنت أطير للأعلى لأنني كنت أستطيع رؤية المنازل. كنت أطير أعلى من البيوت. امرأة واحدة شهدت المشهد الذي لا يصدق. بدأ كلبي بالنباح، لذلك توقفت ونظرت من خارج نافذة ابنتي. عندها رأيت السيارة، كانت أعلى من أعمدة الهاتف، وكأنك تجلس هنا وتضع عجلاً نارياً في يدك. كنت عاجزة تماماً، أعني أنه كانت هناك قوة هائلة ولا شيء يستطيع الصمود أمامها. كنت عاجزة تماماً. الرياح بسرعة 105 أميال في الساعة رفعت السيارة حوالي 50 قدماً. كيم رأت أنه من المستحيل الخروج من ذلك أحياء. ما الذي سيحفظ السيارة من أن تتناثر؟ للوهلة الأولى استحوذ على كيم خوف أعظم. استدرت ونظرت للخلف ناحية ولدي وفكرت، ماذا لو أنه قتل؟ حبيبي لا تخف، أنا معك، أصمت فقط، أنا معك. حب كيم لابنها تغلب على خوفها. ماما، ولكنني لم أعرف كيف أصبحت معه في الخلف. استمع، أريد منك أن تنزل رأسك للأسفل. مهما حدث ستبقى معي، أمك تحبك، لا تخف. عندما تكونين في محنة ويكون لديك طفل للاعتناء به، هذا ما يستولي على تفكيرك. أنت حقا لا تفكرين في نفسك.
لا تخف حبيبي، سأبقى معك، سوف ننجو، لا تخف. أذكر ما كان يخطر في بالي أنه يتألم ويجب أن نبقى سويا. على الرغم من كونه أكثر الأمور التي أحدثت في حياتي رعبا، كنت ما أزال هادئة، الهدوء الذي لم أستطع التغلب عليه. علق في الإعصار على الأغلب لثلاث دقائق مرعبة. لسبب ما حاولت كم الوصول إلى المكبح اليدوي فوضعت السيارة لوضع الوقوف. كانت السيارة ما زالت تتحرك. ما الشيء الجيد الذي كنت سأفعله؟ حسناً، بعد لحظات وبعد أن أصبحت السيارة بوضعية الوقوف، شعرت بحركة للأسفل. كان الإعصار يستمر بالتقدم مخلفاً كم وراءه. اعتقدت أن السيارة ستهوي إلى الأرض. كانت لدي صورة من الإنترنت حيث أن مركبة هبطت في منتصف غرفة جلوس أحد الناس قتلتهم. اعتقدت أننا سنرتطم بأحد المنازل ونقتل. بالمقابل حدث أكثر الأمور دهشة. هبطت للأسفل كذلك؟ ثم هبطت مجدداً، وشعرت بأن العجلة الخلفية يتجه بنا بعيداً عن الأعصار. هذا كل ما شعرت به، كنت كالطفل الرضيع داخل المهد. كيم وإيفان بقيا ساكنين لعدة دقائق، ثم استجمعت القوة لكي تنظر من خارج النافذة. كانت المنازل متناثرة إلى أجزاء، رأيت الأشجار في كل مكان في منتصف الشوارع. ما أتذكره على الأغلب شعور غريب، وهو أنه لا يوجد أحد آخر على قيد الحياة إلا نحن. ببطء نظرت خلال الحطام ورأت أين كانا. الإعصار عصف بهما مسافة ربع ميل. الإعصار الذي ضرب إنديانا ذلك اليوم دمر 400 منزل وأتلف ما قيمته 70 مليون دولار من المحاصيل. على الرغم من أن السيارة غمرت والمنطقة المحيطة دمرت، إلا أن كيم وإيفان لم يصابا بأذى. قال لي اختفت مساحات الزجاج، وأنا قلت أجل، لقد اختفت، هذا صحيح. لا يمكن التنبؤ بقوة الإعصار، لكن هناك القليل من الحقائق لإبقائها في الذهن. معظم الأعاصير تنشأ بين مارس وأغسطس، أكثر من 80% تضرب بين فترة الظهيرة ومنتصف الليل. تخطر السماء، برد كبير الحجم، جدار من الغيوم، صوت دوي مرتفع كصوت عربة الشحن. الأعاصير يمكن أن تنتقل بسرعة 45 ميلا في الساعة، لذلك إذا اجتاحك أحدها اخرجي من السيارة وتوجهي نحو خندق، كما فعلت سائقة شاحنة من أوكلاهوما عندما علقت داخل رياح تبلغ سرعتها 100 ميل بالساعة. قامت بهجر شاحنتها، ألقت نفسها داخل خندق وغطت رأسها، نجت لكن شاحنتها ارتفعت في الجو وتحطمت. لا تدخلي داخل معبر. يعتقدون في الأفلام أن الأعاصير آمنة، لكنها ليست كذلك. إذا استطعت الحصول على ملجأ، حاول الوصول إلى أخفض منطقة لتجنب ارتطام الحطام المتطاير بك. بعض الناس يعتقدون أنه يجب عليهم أن يقوموا بفتح النافذة لمعادلة الضغط. هذه خرافة، قد تصابين بالأذى من الزجاج المتطاير. إذا ضرب الإعصار منزلك سيقوم بفتح النوافذ، لذلك ابقي بعيدة عن النوافذ. اركعي على الأرض لحماية رأسك مستخدمة ذراعك ويديك، كما فعلت امرأة من أوكلاهوما، والتي استطاعت الخروج من إعصار عن طريق الاحتماء داخل خزانة. عائلة من جنوب داكوتا كان لديها ثوان فقط للاختباء عندما أحاط إعصار بمنزلها الريفي. المكان الوحيد الذي وجدت هو أسفل طاولة بلياردو. إذا اختبأت أسفل قطعة ثقيلة من المفروشات كما فعلت العائلة، ستقل فرصتك بالتحليق مع الرياح، وقد تحميك من الحطام المتطاير. هناك طريقة أخرى، توجهي إلى حوض الاستحمام وغطي نفسك بكل ما تستطيعين العثور عليه، ملابس، فراش.
بهذه الطريقة تمكنت امرأة من أوهايو من النجاة. قامت بالتوجه إلى حوض الاستحمام. بينما ضرب الإعصار تحطم السقف والنصف الخلفي من المنزل. الأعاصير الثائرة قد تحول الأدوات العادية إلى قذائف قاتلة. استخدمي أي شيء لحمايتك من الحطام المتطاير. لملايين من الناس الأعاصير تعتبر تهديداً سنوياً.